بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان تركيب الدواء للسنة الثالثة ثانوي رقم 5، كما أنصح به شعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي وشعبة التسيير بمتابعة الحل، لأنه تمرين شامل تعلم من خلاله التركيب الدواء. قال: لتكن الدالة F المعرفة على R وتمثيلها البياني CF في الشكل ها وباللون الأحمر. قال: انطلاقا من الشكل عين إشارة الاف لإكس، ليس الاف فتحة. معناه الاف لإكس هنا أشرح أولا، معناه نرسم هكذا خط اللي هو محور الفواصل، ما كان فوقه، ما كان المنحنى فوق، معناه هنا زائد وهنا ناقص ناقص وهنا الزائد، سوف نلاحظ ذلك نقطة نقطة. ثم السؤال الذي جاء بعده قال: لتكن الدالة جي المعرفة في كل حالة بمجموعة تعريفها دي جي، هي دي جي في كل حالة وعبارة مشتقاتها، أعطيت لنا كل هذه الحالات. السؤال قال: عين إشارة جي فتحة لإكس ثم أعطي تغيرات الدالة جي في كل حالة. نعم، إذا عرفت إشارة المشتقة عرفت تغيرات الدالة. هنا أبنائي، يعني قبل كل شيء لدراسة هذا التركيب عليكم بمعرفة شيئين، ما علينا إلا معرفة إشارة الاف فتح الاف لإكس، قلت الاف لإكس، وإعطاء جدول تغيرات الدوال هذه التي تقع في البطن، جدول تغيراتها، سوف نلاحظ ذلك نقطة نقطة. إذن لننطلق على بركة الله في السؤال الأول. قال: انطلاقا من الشكل عين إشارة F لX، إذن نكتب هنا إشارة F لX، أكد على R. نأتي الآن بجدول فقط، ونكتب أولا مجموعة التعريف اللي هي X من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الزائد ما لا نهاية، ونكتب F لX هكذا. قلنا لمعرفة الإشارة ما لا نتعب عقولنا، نرسم محور الفواصل هذا فقط، هذا محور الفواصل، ما كان فوق فوق يصبح زائد، وما كان تحت ناقص، وما كان فوق زائد، وما كان في هذه النقاط اللي هي في هنا وهنا تنعدم الاف لإكس. معناها الاف لإكس أين تنعدم؟ تنعدم عند هذه القيمة اللي هي الناقص واحد، وتنعدم عند الواحد. دائما هذه الاف لإكس تنعدم عند لما يتقاطع المنحني مع محور الفواصل. إذا تنعدم معناه نضع هنا رمز الانعدام هكذا فقط. قلنا ما كان هنا فوق زائد، نضع هنا زائد، وما كان أسفل ليس متناقص، لا أسفل فقط، أسفل بالرغم هنا ها هو ينزل لكن زائد، ما كان أسفل الخط الأزرق نقول ناقص، وما كان فوقه نقول زائد فقط. هذا هو جدول إشارة ماذا؟ الاف لإكس، ليس الاف فتحة كما يعتقد البعض. أما الاف فتحة فشيء آخر يا أبنائي. الاف فتحة أن تصبح ماذا؟ تصبح تنعدم عند هذه الحفرة الاف فتحة وعند هذا الجبل. أما الاف انظروا أين تنعدم، تنعدم عند الواحد والناقص واحد، يعني شيئان مختلفان في هذا الأمر، احذروا منه أرجوكم. بعد ما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الآخر. قال: لتكن الدالة جي المعرفة في كل حالة بمجموعة تعريفها دي جي وعبارة مشتقاتها، أعطيت لنا العبارة الأولى اللي هي ألف جي فتحة لإكس تساوي لنا إف لناقص إكس، الدالة هذه دي معرفة على R. لو نلاحظ هنا جيدا أبنائي وندقق، أولا لو نلاحظ إلى جي فتحة هذه إنها مركب من دالتين، دالة اللي هي ها هي الدالة U ودالة F، حيث ال U عبارتها هي ذلك المكتوبة بالأحمر اللي هي ناقص X، و F لX لا تهمنا عبارتها، هكذا حتى تعلموا أبنائي. قلنا لتعيين إشارة، نقول لتعيين إشارة ماذا؟ G فتحة لX علينا ماذا؟ معرفة إشارة F لناقص X. F قلنا لمن؟ لناقص X. إذا عرفت إشارة هذه العبارة وبما أنها مساواة فإن أصبح إشارة العبارة G فتحة، وإذا عرفت إشارة G فتحة أعطيت تغيرات الدالة G. إذا قلنا عفوا ماذا نحتاج؟ قلت نحتاج إلى جدول تغيرات البنت، جدول تغيرات البنت اللي هي
ناقص إكس. ناقص إكس هذه دالة ماذا؟ دالة خطية، بما أن العدد المضروب في الإكس سالب فإنها متناقصة. معناها نكتب هكذا، إكس من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية، وهنا عندنا ناقص إكس. قلنا هي دالة، كيف هي؟ دالة تألفية هكذا متناقصة فقط، إلا أن هذه الدالة التألفية غاب فيها تقول قاعدة، اسمعوا، إذا كانت الدالة مكتوبة من شكل A X زائد B، هذه دالة تألفية، إذا كان هذا A العدد المضروب في الإكس موجب فهي متزايدة، وإذا كان سالب مثل مثالنا هذا فإنها متناقصة. عندنا هنا أن الناقص، عند الناقص ما تكون زائد ما يقول أحدكم لماذا؟ عوض هنا بناقص ما يصبح لنا ناقص ناقص ما زائد ما لا نهاية، وعندنا الزائد ما يصبح لنا عند الزائد ما يصبح لنا ناقص ما لا نهاية، لأن لو نعوض هنا بالناقص ما مع هذا الناقص يصبح لنا زائد ناقص ما لا نهاية. إذن هكذا قلنا إن تنطلق من يعني نهايتها تصبح من ناقص ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية، ركزوا أرجوكم لأن تعكس، لأن الدالة متناقصة. الآن بعد ما لاحظنا هذا الشيء ننطلق الآن في شيء مهم جدا، لاحظوا معي أرجوكم. تقول القاعدة إذا كان هذا المجال اسمه E وهذا المجال اسمه G، لماذا؟ لأن قلنا هنا مركب دالتين، هذه الإي تتحرك في بطن الماذا؟ في بطن الأف، حيث هذا كذلك يسمى E لي E، يعني هذا الإي كأنما يأتي إلى بطن الناقص إكس، حتى تلاحظوا جيدا معنا، حيث ماذا؟ حيث الإي، قلنا الإي عبارتها الإي لإكس هي ناقص إكس، فهذا فكل معناه صور المجال إي تكون، تقول القاعدة كيف؟ تكون محتوى في المجال جي. انتبهوا نقطة نقطة أبنائي، معناه أولا نعين مجموعة التعريف للدالة البنت، معناه نقول هنا إكس من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، وهنا تصبح لنا جي فتحة لإكس، جي فتحة لإكس. لاحظوا جيدا هنا أبنائي ماذا تقول القاعدة، كل شيء، لاحظوا حتى تفهموا الفكرة، إذا فهمتم الفكرة عرف هذا الأمر فحل المشكل. فاعلموا أن هذا اللي هو من ناقص ما يزيد يتحول إلى هنا، وهذا الذي في اللون الأزرق يتحول إلى هنا، يعني ما هي صور دالة البنت؟ الصور اللي هي، ها هي الصور تتحول إلى محور الفواصل للأم، افهموا هذا الفكرة، سوف نلاحظ معناه. ننطلق نقول من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، ما هي صورته؟ صورته من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، ها هي العبارة، إنها هذه، لكن هذه الدالة هنا، العبارة هذه ليس الدالة، العبارة غيرت إشارتها عدة مرات، بما أنها غيرت إشارتها عدة مرات فتقول القاعدة علينا بتقسيم المجال. كيف يمكن أن نقسم مجال أبنائي؟ ما علينا إلا أن نأتي بهذا الواحد ونضعه هنا، ونأتي بالناقص واحد ونضعه هنا، هل يوضع هنا؟ لا، يعني علينا أن نحترم الترتيب، فهذا معناه يصبح في هذا المكان، وهذا يصبح في هذا المكان، لماذا؟ لأن بالطبع أن الواحد أكبر من ناقص واحد، لأن الدالة هنا كانت متناقصة هذه البنت، لهذا حدث هذا الإشكال، ونحل المعادلة، لماذا؟ قلت أكرر، كل شيء يكون هنا يتحول إلى هنا، معناه نحل المعادلة اللي هي ناقص إكس يساوي، لاحظوا ناقص إكس نحلها تساوي لنا ناقص واحد، ناقص واحد أي إكس كم يساوي؟ يساوي ماذا؟ يساوي لنا بهذه البساطة يساوي لنا واحد، لاحظوا إذن هنا نقول واحد، وهنا لاحظوا نتابع، إذن قلنا الناقص واحد ها هي، لاحظوا ناقص واحد ها هي، والواحد ها هي، لما عوضنا بالناقص واحد ماذا وجدنا صورته؟ ماذا وجدنا سابقته؟ وجدناها واحد، ولما نعوض بناقص إكس ونحل المعادلة تساوي لنا واحد، يصبح إكس كم يساوي؟ يساوي لنا ناقص واحد، معناه هذا صورته ناقص واحد، افهموا جيدا، سابقته ناقص واحد، إذا هكذا هذا حل هذه المعادلة، كم؟ يصبح إكس يساوي لنا واحد، ها هو إكس يساوي واحد، يقابله الناقص واحد، انظروا.
ونحل المعادلة ناقص إكس تساوينا ناقص تساوينا واحد. كم وجدنا الإكس؟ وجدناه ناقص واحد. ها هو أمامكم ناقص واحد. يعني كل شيء يكون هنا، لاحظوا ماذا أصبح سابقته، وهذا الناقص واحد الذي كان هنا لاحظوا سابقته، سابقته أصبحت معكوسة. الآن بعدما جئنا إلى هذا الشيء معناه ننقل هذه القيمتان، أين ننقلهم؟ إلى هنا ناقص واحد، وننقلهم إلى هنا واحد. لاحظوا جيدا نقطة مهمة كذلك. ما هي النقطة المهمة؟ عندنا نحن F لي ماذا؟ F لي X تساوي ماذا؟ تساوي صفر عندما يكون في بطنها الناقص X ناقص واحد، وعندما يكون في بطنها الزائد واحد تساوي الناقص صفر. والعبارة التي نملكها ما هي؟ هي F لناقص X تساوي صفر. معناه X ماذا يساوي؟ لاحظوا حلوا هذه المعادلة، ناقص X يساوي واحد، أي X ماذا يساوي؟ ناقص واحد. إذا ناقص واحد تنعدم عنده المشتقة، هذه جيفتها. ركزوا نقطة نقطة. ثم عندنا الناقص X يساوي كم؟ الناقص X يساوي ناقص واحد. يذهب الناقص مع الناقص فتصبح لنا أين تنعدم؟ تنعدم عند الواحد. لاحظتم؟ يعني ماذا نقول؟ نقول إلا بالمطابقة. إذا كانت الاف لي إكس تنعدم عند ناقص واحد وعند الواحد، ونحن ماذا عندنا؟ عندنا اف لي ناقص إكس تساوي صفر، وانظروا اف لي واحد تساوي صفر، إكس كم يساوي؟ حلوا هذه المعادلة، ثم حلوا هذه المعادلة تجدون قيم إكس التي تنعدم عندهم مشتقة. بعد ما أكملنا مع هذا الشيء الآن نأتي إلى المجالات فقط، يعني الأمر كله أصبح بسيط. نقول من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد، ما هي صورته؟ ها هي صورته، من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية. من الواحد إذا ننقله كما وجدناه، ها هو. ما هي إشارته؟ زائد، نكتب هنا زائد فقط وانتهى الأمر. ثم نأتي من ناقص واحد إلى واحد، ما هي صورته؟ ها هي من ناقص واحد إلى واحد، ننقله كما هو، ها هو من ناقص واحد إلى واحد. ما هي الإشارة؟ إشارة ناقص، ننقل ناقص. ثم من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، ما هي صورته؟ صورته من الناقص ما لا نهاية، انظروا من الناقص ما لا نهاية إلى الناقص واحد، من الناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد، ها هو أمامكم. ما هي الإشارة؟ إنها زائد، ننقل زائد وانتهى الأمر. الآن قد استخرجنا إشارة ماذا؟ إشارة الجي فتحة، ومنه نقول الدالة جي كيف هي؟ متزايدة على المجال. ما هو المجال؟ من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد، هكذا اتحاد من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، ومتناقصة يعني الناقص متناقصة، ومتناقصة على ماذا؟ ومتناقصة على المجال من ناقص واحد إلى واحد بهذه البساطة فقط. يعني أول أهم شيء الذي تتعلمه من هذا التركيب، أولا عليكم بتعيين جدول تغيرات البنت. الأمر الثاني علينا أن نستخرج سوابق هذه القيم. لما نستخرجها بمن؟ بالدالة البنت. يعني ماذا؟ دائما هذه في كل حالة نقول مثلا نقول ناقص إكس تساوي هذه القيمة. لما نجد القيمة نحولها إلى هنا في مكان الإكس، ونكمل نقطة نقطة حتى نصل إلى جميع الحالات. نأتي الآن بعدها إلى المثال الذي جاء بعدها، هو أمامكم. عندنا هنا F G فتحة لإكس تساوي F لإكس مربع، حيث مجموعة التعريف قال هي R. إذن عندنا كذلك قلنا لمعرفة إشارة جي فتحة علينا بمعرفة إشارة F لإكس مربع. هذه الجي فتحة لو نلاحظها جيدا إنها كذلك من مركب دالتين، الدالة F معروفة، والدالة U اللي هي الدالة ماذا؟ الدالة مربع. الدالة مربع قلنا دائما البنت نستخرج لها جدول التغيرات، معناه إكس من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية. عندنا هنا الإكس مربع معروفة أنها دالة كيف هي؟ متناقصة، هكذا
هكذا متناقصة ثم هكذا متزايدة. إن لم تعرفوا ذلك قوموا باشتقاقها. أصبح لنا 2 إكس مشتقاتها تساوي 0، معناه إكس يساوي 0. معادلة من الدرجة الأولى 2 إكس تنعدم عند 0، هنا موجب وهنا سالب، ها هي أمامكم. عندنا نهايتها عند النقص من هي الزائد ما لا نهاية، وعند الزائد من هي الزائد ما لا نهاية، وصورة الصفر لو نعوض هنا بالصفر صورة الصفر هي صفر. انتهى الأمر. هذا هو جدول تغيرات ماذا؟ هذا جدول تغيرات البنت، قلنا نحتاجه دائما. وعندنا هنا عندنا الإكس، قلنا من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية، وهنا جي فتحة لإكس. الآن ننتبه نقطة نقطة كذلك. قلت أول شيء ننتبه له أن نستخرج ماذا؟ أن نستخرج يا أبنائي سوابق هذه القيم حتى يكون أمرنا جد بسيط. كيف؟ نقول هكذا نأتي بهذه القيمة هنا اللي هي ماذا؟ ركزوا أرجوكم، اللي هي ناقص نحل معادلة x مربع تساوي ناقص 1. هل هذا مقبول؟ يعني هذه القيمة لو نأتي بها إلى هنا غير مقبولة. لماذا؟ لأن هل ناقص 1 في أصله أكبر من الصفر؟ لا. كذلك هل x مربع يمكن أن يساوي ناقص 1؟ لا. لماذا؟ لأن هذا كيف هو؟ موجب يساوي سالب، إذن مستحيل، هذا مستحيل. نحل المعادلة الثانية اللي هي x مربع اجعلها تساوي كم؟ 1. إذا نحل المعادلة x مربع يساوي كم؟ 1. أي x ماذا يصبح؟ جذر 1 اللي هو 1، و x يساوي ناقص جذر 1 اللي هو ناقص 1. إذا تصبح القيم، لاحظوا نقطة نقطة، إذا الواحد يصبح له سابقته 1، كما من هنا الواحد يصبح له سابقته ما هي ناقص 1. لاحظوا كي تتعلموا، 1 كم يوجد له الآن من سابقة؟ هذا الواحد يوجد له بالدالة إي، يوجد له الناقص 1 والواحد. إذن هكذا حولناهم، هكذا قد حولتا. يقول أحدكم يا أستاذ وإن كانت مثلا هنا 2 ماذا يصبح الإكس؟ الإكس يصبح لنا جذر 2 وناقص جذر 2، حتى تفهموا بهذه. يقول أحدكم لماذا؟ لأن نحل المعادلة إكس مربع يساوينا جذر 2 يساوينا 2، أي إكس يساوينا جذر 2 وإكس يساوينا ناقص جذر 2. الآن نحل كذلك، لاحظوا عندنا نحن ماذا؟ عندنا الاف، قلنا لي اكس تساوي الصفر عند ماذا؟ عند الاكس يساوي الناقص 1، وعند الاكس يساوي الواحد يساوي الصفر. ونحن نملك ماذا؟ ونحن نملك اف لي اكس مربع تساوي صفر. ماذا تساوي الصفر؟ اذا كان الاكس مربع ماذا يساوي؟ بالمطابقة يصبح اكس مربع يساوي 1، أي إكس كم يساوي؟ ناقص 1، والإكس كم يساوي؟ يساوينا الواحد. إذن تنعدم عند الناقص 1 وعند الواحد، ها هي أمامكم. يقول أحدكم ولماذا لا نحل إكس مربع يساوي ناقص 1؟ لأنه مستحيل. إكس مربع هل يساوي ناقص 1؟ هذا مستحيل. ها هو الأمر قد حل. الآن قسمت المجالات، بما أن قسمت المجالات معناه نكمل المسير نقطة نقطة. لاحظوا من هنا إلى هنا، من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 1، ما هي صورته؟ صورته من الواحد إلى زائد ما لا نهاية. من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، هذا أين هو؟ ها هو أمامكم، انظروا للأم، ما هو؟ هو زائد، نكتب زائد. ثم من الناقص 1 إلى صفر، هنا علينا أن نحترم الصفر لأن تغيرت الإشارة. من ناقص 1، ناقص 1 إلى صفر، ما هي صورته؟ من الصفر إلى الواحد، من الصفر إلى الواحد. لاحظوا نقطة نقطة أبنائي، يعني ها هو الصفر. انظروا انظروا، الصفر جاء معناه هنا بين الناقص 1 والواحد، معناه لو نزل هكذا لا يوجد له تأثير، وجد ناقص فقط، إنه وجد ناقص يعني لا دخل له، لا يؤثر. إذن فتصبح لنا قلنا من ناقص 1 إلى صفر، الصورة هي من الصفر إلى واحد. من الصفر إلى واحد ما هي؟ ها هي من الصفر إلى واحد، ما هي الإشارة؟ ناقص. إذا نضع هنا ناقص، لاحظوا جيدا. ثم عندنا ماذا؟ ها هو ناقص، حتى تفهموا ها هو ناقص. ثم من الصفر إلى الواحد، ها هي من الصفر إلى الواحد، من الصفر إلى الواحد ما هي؟ ناقص، لهذا لم تتأثر قيمة المشتقة، معناه يمكن هذا الصفر معناه لا يوجد له تأثير
في إشارة المشتقة، يعني يمكن أن نحذف هكذا، لا يوجد له تأثير، قسم المجال فقط. ثم ماذا؟ ثم عندنا من الواحد إلى زائد ما لا نهاية، صورته من الواحد إلى زائد ما، من الواحد إلى زائد ما لا نهاية، ها هو من الواحد إلى، ما هي الإشارة؟ زائد، قضي الأمر. مباشرة نقول الدالة جي كيف هي؟ متزايدة تماما على المجال ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية إلى الناقص واحد هكذا، اتحاد من ماذا؟ من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، ومتناقصة تماما على المجال ما هو؟ من الناقص واحد إلى الواحد بهذه البساطة، أو تجعله مغلق لا يهم فقط. بعد ما أكملنا مع هذا المثال نأتي إلى المثال الذي جاء بعده، لوجي فتحة لإكس يسينا أف، لمن؟ لواحد على إكس. مجموعة التعريف هنا لاحظوا قد تغيرت، لماذا؟ لأنه نجد لنا تركيب، والتركيب ماذا تقول؟ إذا قلنا هنا في هذا المثال، بما أن الدالة هذه مركبة، اللي هي جي فتحة هذه هي مركب للدالة إي وأف، حيث الإي عبارتها هي إي لإكس يساوينا واحد على إكس. مجموعة التعريف ماذا تقول لمركب؟ إذا قلنا دي جي فتحة، تقول القاعدة إكس بحيث إكس هذا ماذا؟ ينتمي إلى ماذا؟ إلى دي إي، وماذا؟ وواحد على إكس يكون ينتمي إلى دي أف. لاحظوا نقطة نقطة، كيف تصبح تساوي لنا إكس حيث إكس دي إي، ها هي الإي. ما هي مجموعة تعريفها؟ بما أن الدالة هذه دالة مقلوب، فهي مجموعة تعريفها أنه يصبح لنا إكس هذا ينتمي إلى آر نجمة، لأنه واحد على إكس، وماذا؟ وواحد على إكس يكون ينتمي إلى دي أف، دي أف قلنا أنها معرفة على آر. تقاطع هذا المجال مع المجال آر أكيد سوف تعطينا دي جي فتحة يساوي ماذا؟ آر نجمة. لهذا أعطيت لنا مجموعة التعريف هذه. الآن هذا ليس هو هدفنا، لأن مجموعة التعريف قد أعطيت لنا، لكن لما لا يعطى لكم تتابعون هذه الطريقة. الآن ما علينا الآن أبنائي إلا أن نحتاج إلى ماذا؟ إلى جدول تغيرات البنت، جدول تغيرات البنت اللي هي واحد على إكس. إذن هنا عندنا إكس، وهنا عندنا واحد على إكس، الناقص ما لا نهاية، الزائد ما لا نهاية. نتابعوا نقطة نقطة أبنائي. عندنا قلنا الدالة أنها غير معرفة عند الصفر، عند الصفر غير معرفة، معناه نضع هذا الأمر هكذا، هذا الأمر. والدالة معروفة أن الدالة المقلوب إنها دالة متناقصة، معناه عندها هذا الأمر، انتبهوا جيدا هكذا. بما أنها دالة متناقصة، عند النهاية، عند النهاية عند لواحد على إكس لما إكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية مشهورة إنها صفر، وعند الزائد ما لا معروفة إنها صفر، وهنا تعطينا ناقص ما لا نهاية، وهنا معروفة أنها تعطينا زائد ما لا نهاية، معروفة هذه قيمها، معناه ليميت واحد على إكس لما إكس يؤول إلى الصفر بقيم أقل إنها الناقص ما لا نهاية، وبقيم أكبر معروفة إنها الزائد ما لا نهاية، هذا أمور لا جدال فيها. وعندنا كذلك لما إلى هنا إلى إكس، نقول هنا إكس من ناقص ما لا نهاية، عندنا الصفر مهما كان قلنا أن الدالة هذه غير معرفة، معناه علينا أن نحترم هذه المنطقة المحرمة، وعندنا هنا زائد ما لا نهاية، ونكتب هنا جي فتحة لإكس هكذا، ثم ننطلق رويدا رويدا في تقسيم المجال. إذن هنا كذلك أبنائي معناه أول شيء علينا أن نتعلمه، نحل المعادلة دائما، هذه تساوي هذه الأعداد، لنستخرج ماذا؟ لنستخرج سوابق الناقص واحد. إذن واحد على إكس تساوي لنا ناقص واحد، هنا لو نستعمل جداء الطرفين في جداء الوسط يصبح لنا ناقص إكس تساوي لنا واحد، يعني هذا في هذا وهذا في هذا، ومنه إكس يساوي لنا ناقص واحد. إذن الناقص واحد صورته هي ناقص سابقته هي الناقص واحد. ثم نأتي بهذه القيمة كذلك ونضعها في هذا المكان، ونحل المعادلة واحد على إكس تساوي لنا واحد، هنا أكيد إكس يصبح واحد، إذن الواحد هذا سابقته هو واحد هكذا. ثم الآن ننطلق مباشرة في العمل، إلا أنه هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الصفر في هذا الموضع،
إن ينزل هكذا بما أنه وجد ناقص لا دخل له، مجرد يوضع فقط للمجال لتحديد المجالات. ننطلق إذا نقول من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد. قبل كل شيء علينا أن نأتي إلى الجي فتحة أين تنعدم. إذا كانت عندنا الاف، لاحظوا الاف لإكس تنعدم عند ماذا؟ تنعدم عند الواحد، والاف لإكس تنعدم عند ناقص واحد، ونحن نملك اف قلنا لواحد على اكس تساوي صفر. بالمطابقة معنا نحل المعادلة واحد على اكس تساوي ناقص واحد، معناه اكس يساوي ناقص واحد، معنا تصبح تنعدم عند الناقص واحد هنا، ونحل المعادلة واحد على اكس تساوي لنا كم؟ تساوي لنا واحد، هكذا دائما، معناه اكس يصبح يساوي لنا كم؟ واحد. اذا تنعدم المشتقة هذه الجي فتحة عند الناقص واحد والواحد، هذا امر مهم. ثم الآن ننطلق إلا في قضية المجالات فقط. تعالوا إذا نقول المجال من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد، ما هي صورته؟ صورته من الناقص واحد إلى الصفر. من ناقص واحد إلى صفر ها هو، ما هي الإشارة؟ إنها ناقص، إذا نضع هنا ناقص. ثم من ناقص واحد إلى صفر، من ناقص واحد إلى صفر صورته من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد، من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد ها هو، ما هي الإشارة؟ زائد، نضع هنا زائد. ثم المجال الذي بعده اللي هو من ماذا؟ من الصفر إلى واحد، صورته من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية ها هو، ما هي الإشارة؟ إشارة زائد، نضع هنا زائد. ثم ماذا؟ ثم الذي يليه من الواحد إلى زائد ما لا نهاية، من الواحد إلى زائد اللي هي من الصفر إلى واحد، من الصفر إلى واحد ها هو، ما هي الإشارة؟ إنها ناقص، نضع هنا ناقص وانتهى الأمر فقط. أهم شيء هو المجالات. ثم نقول بكل بساطة الدالة ماذا؟ الدالة جي كيف هي؟ متناقصة تماما على المجال، ما هو؟ من ناقص ما لا نهاية إلى ماذا؟ إلى الناقص واحد، هكذا اتحاد من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، وماذا؟ هذه متناقصة ومتزايدة تماما على المجال ماذا؟ من الناقص واحد إلى الصفر مفتوح، هنا يمكن حتى أن نغلقه، لكن عند الواحد عند الصفر لا يجوز لأن العبارة غير معرفة. ومن ماذا؟ ومن الصفر إلى غاية اتحاد، هنا اتحاد، ومن الصفر إلى واحد بهذه البساطة فقط أبنائي. بعد ما أكملنا مع هذا نأتي إلى الذي بعده. قال جي فتحة لإكس تساوي لنا إف لجذر إكس. لاحظوا معناها هذه الدالة جي فتحة هي مركب لدالتين إف و إي، حيث الإي عبارتها هي جذر إكس. وكما تعلمون أن الدالة إف معرفة على إر، والدالة الجذر إكس معرفة على من الصفر إلى الزائد ما، لهذا جاءت مجموعة تعريف تقاطع ذلك المجال ومن الصفر إلى الزائد ما. هذه النقطة مهمة جدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني معناه مرغمون على أن نعين جدول تغيرات الدالة ماذا؟ الدالة الجذر. إذا نقول هنا إكس إنها معرفة من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، وهنا عندنا جذر إكس بما أن الدالة هكذا معرفة هكذا، صورة الصفر يعني هنا لو نعوض بالصفر كم؟ نجد صفر، وعندنا هنا في الزائد ما لا نهاية تعطي لنا زائد ما لا نهاية، هذا أمر مهم جدا. ثم الآن ما علينا إلا العمل فقط. الآن نقول من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، لو نبحث هنا من الصفر إلى زائد ما لا نهاية، هنا من الصفر إلى الزائد ما أن العبارة غيرت إشارتها، لاحظوا بعدما كانت ناقص أصبحت زائد، معناه هنا يرغمون على أن نقوم بتقسيم المجال. أولا نأتي بهذه إلى هنا، معناها هكذا تصبح لنا جذر إكس يساوي لنا ناقص واحد، وهذا غير مقبول، الجذر دائما موجب إذن يرفض، معناه لا يوجد له سابقة، الناقص واحد هذا لا يوجد له سابقة بالدالة إي. نأتي الآن إلى الواحد نضعه هنا، معناه لما نضع هنا واحد ونحل المعادلة، جذر إكس يساوي واحد، معناه إكس ماذا يساوي؟ إكس يساوي لنا واحد. ما هي إذن سابقة الواحد موجودة؟ إنها الواحد، إذن ها هو. الآن ننطلق بعدما قسم المجال.
الأمر الثاني، بما أننا نحن قلنا F فتحة تنعدم F F لإكس عفوا F لإكس، نعيد F لإكس، قلنا أنها تنعدم عند ماذا؟ تنعدم عند الناقص واحد وتنعدم عند الواحد، هذه F لإكس. لاحظوا جيدا، فماذا نقول يا أبنائي هنا؟ وعندنا نحن نملك F لجذر X يساوي صفر، معنى هنا بالمطابقة نقول هكذا، نحو المعادلة جذر X تساوي واحد، أي X كم يساوي؟ يساوي واحد، إذن المشتقة هذه تنعدم عند الواحد. يقول أحدكم ولما لا نحل المعادلة جذر X يساوي ناقص واحد؟ لأن قلنا مرفوضة، مستحيل جذر يساوي عدد سالب. هالقى الآن قد عينت المجالات، بعدما عينت المجالات تبقى الإشكال قد حل إلى الأبد. نقول من ناقص من الصفر إلى واحد، ما هي صورته؟ صورته من الصفر إلى واحد، من الصفر إلى واحد ها هو أمامكم، ما هي الإشارة؟ ناقص، إذا نضع هنا ناقص. ثم من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، ها هي أمامكم زائد، إذا نضع زائد وانتهى الأمر. نقول بكل بساطة الآن الدالة، ما هي الدالة؟ الدالة جي كيف هي؟ متناقصة على المجال من الصفر إلى الواحد، هكذا من الصفر قلنا إلى الواحد، ومتزايدة على المجال ما هو؟ من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية فقط. بعد ما أكملنا مع هذا المثال نأتي إلى المثال الآخر، قال جي فتحة لإكس تساوي إف للوغاريتم إكس. مجموعة التعريف، قلنا هذه مجموعة التعريف وما هي؟ هي R، ولوغاريتم الإكس مشهورة أنها من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. تقاطع المجال هذا مع هذا أعطى لنا من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، حتى تفهموا الفكرة. أولا دائما قلنا أنه إذا عرفت إشارة الجي فتحة عرفت تغيرات، ولمعرفة الجي فتحة علينا أن نعرف إشارة F للوغاريتم إكس. أولا نحتاج إلى جدول تغيرات البنت، جدول تغيرات البنت اللي هو هنا نضع لوغاريتم إكس، أين نحن نعلم أن هكذا اللوغاريتم مشهورة أن هذا هو جدول تغيرات اللوغاريتم إكس، أو قوموا بالاشتقاق فقط حتى تعلموا. لوغاريتم إكس مشتقاتها هي واحد على إكس، واحد على إكس هذه قيمة موجبة في المجال من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. ضعوا أي عدد هنا موجب سوف تبقى العبارة كيف هي؟ إنها موجبة. هذا النقطة الأولى. عندنا كذلك نهاية، عند نهاية اللوغاريتم عند الإكس يؤول إلى الصفر بقيم أكبر مشهورة، إنها الناقص ما لا نهاية. واللوغاريتم الزائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، معناها هكذا. الأمر الثاني كذلك الذي علينا أن نستخرج، قلنا ماذا؟ أن نستخرج سوابق هذه الأعداد، نضع هنا الناقص واحد، ونأتي كذلك بهذه نضع هنا اللي هي الواحد، هذا أمر مهم. ونحل المعادلة لوغاريتم إكس تساوي ناقص واحد، ندخل الأسية على كل طرف من هنا ومن هنا، وننزع من هنا هذا التساوي، تصبح مشهور قاعدة أسية اللوغاريتم A تساوي A، معنى يصبح لنا X يساوي أسية هذا العدد، لأن هذا يذهب مع هذه الخاصية، تبقى لنا X يساوي أسية ناقص واحد. إذن سابقت هذا العدد اللي هو أسية، عفوا أسية ناقص واحد، ونحل المعادلة اللي هي لوغاريتم X يساوي واحد، ندخل الأسية تصبح لنا X يساوي الأسية، إذن سابقته هي الأسية. لم أفعل شيء أبنائي، إنما قمت بحل معادلة اسمها ماذا؟ اسمها لوغاريتم إكس يساوي واحد، ولوغاريتم إكس يساوي ناقص واحد. الآن كذلك هذه القيم التي وجدناها، أولا نأتي إلى هنا الدالة غير معرفة عند الصفر، هذا أمر مهم جدا. عندنا كذلك تصبح المشتقة تنعدم كذلك عند أسية ناقص واحد وعند الأسية، وهنا نضع الزائد ما لا نهاية، هكذا إنها تنعدم. لماذا يقول أحدكم؟ كذلك مثل ما ذكرت في الأول، قلت أن الاف لواحد تساوي صفر، واف لناقص واحد تساوي صفر، ها هم أمامكم، انظروا إنها تساوي الصفر، وعندنا اف للوغاريتم إكس تساوي الصفر، معنى إكس يساوي لوغاريتم إكس يساوي ناقص واحد، وحللنا ناقص وجدنا أسية ناقص واحد، ونحو المعادلة لوغاريتم إكس يساوي واحد وجدنا الأسية، وبهذا البساطة فقط.
يعني ذلك القيم التي نجدها دائما تنعدم عندها المشتقة، معنى هذه السوابق تنعدم عندها المشتقة المركبة هذه اللي هي جي فتحة. الآن ننطلق، نقول من الصفر إلى السياق ونقص واحد، ما هو المجال صورته؟ من ناقص وما لا نهاية إلى ناقص واحد، ها هو من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد، ما هو؟ زائد، نقول هنا زائد فقط. ثم ماذا؟ ثم من ناقص الأسية إلى الأسية، الصورة هي من ناقص واحد إلى واحد، ها هو من ناقص واحد إلى واحد، ما هي الإشارة؟ إنها ناقص، نضع ناقص. ثم من الأسية إلى زائد ما لا نهاية، اللي هي من الواحد إلى زائد ما لا نهاية، ها هو من الواحد إلى زائد، ما هي الإشارة؟ إنها زائد، انتهى الأمر. مباشرة نقول الدالة جي كيف هي؟ متزايدة تماما على المجال الذي فيه الزائد، اللي هو من الصفر إلى الأسية قوى ناقص واحد، اتحاد من الأسية إلى الزائد ما لا نهاية، ومتناقصة تماما على المجال من الأسية قوى ناقص واحد إلى الأسية بهذه البساطة فقط أبنائي. آتي بعدها أبنائي إلى المثال الذي جاء بعده، واو قال جي فتحة لإكس تساوي أف لأسية إكس. هنا كذلك هذه الجي فتحة إنها مركب لدالتين، للدالة إي وإف، حيث الدالة إي عبارتها هنا هي قلنا هي الأسية إكس. مرغمون على ماذا؟ مرغمون ومجموعة التعريف إنها آر. لماذا؟ لأن الإف معرفة على آر والأسية معرفة على آر، اتحاد تقاطع تلك المجالات أعطى لنا آر. مرغمون على أن ماذا؟ أن نعطي جدول تغيرات البنت. إذا هنا عندنا إكس من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية، أسية إكس معروفة أنها دالة متزايدة، النهايات عندها نهاية الإكس لما الأسية لما إكس يؤول إلى ناقص ما معروفة أنها صفر، وعند الزائد ما لا نهاية معروفة أنها زائد ما لا نهاية، هذا لا جدال، اللي هي أسية إكس. وهنا كذلك نأتي نقول إكس من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، وعندنا هنا جي فتحة لإكس. قبل كل شيء قلنا أن نستخرج ماذا؟ نستخرج سوابق هذه الأعداد، نضعها، نضع هنا الناقص واحد ونضع هنا الواحد ونحل المعادلة. أسية إكس يساوي ناقص واحد، يعني نحل هذه المعادلة، أسية إكس يساوي ناقص واحد. أسية إكس يساوي ناقص واحد هذا مستحيل، لماذا؟ لأن الأسية دائما موجبة وتساوي عدد سالب، من المستحيلات أن تكون هذا الجواب. نحل الآن المعادلة هذه، أسية إكس تساوي كم؟ واحد. أسية إكس تساوي واحد، أي الواحد هو أسية صفر، يصبح لنا الأسية تساوي الأسية، إذن الإكس كم يساوي؟ يساوي صفر، إذن الواحد له سابقته بتلك الدالة، إذا قلنا هنا الواحد فسابقته هي الصفر، تابعوا جيدا. هكذا يقول أحدكم يا أستاذ وإن كانت هنا عندنا الاثنان كيف نحل المعادلة؟ نضع هنا اثنان ونكتب أسية إكس تساوي اثنان، ندخل اللوغاريتم تصبح لنا لوغاريتم الأسية يساوي لنا اللوغاريتم اثنان، هذا ينزل تصبح لنا إكس تساوي لنا اللوغاريتم اثنان، نكتب هنا اللوغاريتم اثنان حتى تتعلموا فقط. يعني مهما كانت درجة الصعوبة إذا عرف السبب تقول الحكمة، إذا عرف السبب بطل العجب، يعني الأمر أصبح جد بسيط. الآن نأتي إلى العمل فقط، نقول أولا أين تنعدم الآن هذه المشتقة المركبة؟ تنعدم عند الصفر. يقول أحدكم لماذا؟ لأن F فتحة لواحد تساوي الصفر، F لواحد تساوي الصفر، ونحن نملك F لأسية X تساوي الصفر، لنحل المعادلة، أسية إكس يساوي كم؟ واحد، ومنه إكس كم يساوي صفر، إلا أنه إف لناقص واحد تساوي صفر، هذا قلنا أنها مستحيل، لما وضعنا هذا العدد هنا استحالت إيجاد سابقته. الآن ننطلق من ناقص ما لا نهاية إلى صفر، من ناقص ما لا نهاية ما هي صورته؟ اللي هي من الصفر إلى الواحد، أين هو؟ الصفر، ها هو الصفر، الصفر مجرد مكان يوضع هنا فقط، ها هو الصفر، وجد هنا ناقص لا دخل له، في مجرد عدد وضع، لو جاءت الخمسة هنا لقلنا تنزل وتترك الزائد، لأن وجد زائد تترك زائد، هكذا. الآن من الصفر إلى واحد ما هي الإشارة؟
ناقص، إذا نضع هنا ناقص. ثم من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، ها هي من الواحد إلى الزائد، ما هي إشارة زائد. انتهى الأمر. الآن ما علينا إلا أن نتحدث بتلك الجمل اللغوية. الدالة جي كيف هي؟ متناقصة تماما على المجال ما هو من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر، ومتزايدة تماما من المجال ماذا؟ من المجال من الصفر إلى زائد ما لا نهاية فقط. نأتي إلى المثال الآخر كذلك. هنا كذلك يوجد لنا الدالة مركب اللي هي جي فتحة تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا اف والتركيب لـ اي، حيث الـ اي لـ اكس هو عبارة عن هذه الدالة التآلفية اللي هي 2 اكس زائد 1. إذا نستخرج أول شيء قلنا جدول تغيرات هذه الدالة. إذا نقول هنا اكس من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما، لأن مجموع التعريف ها هو قال ار، وعندنا ماذا؟ وعندنا الدالة 2 اكس ناقص زائد 1، إنها دالة معروفة، إنها متزايدة، لأن قلنا الدالة التآلفية إذا كان هذا العدد موجب متزايدة، وإذا كان سالب متناقصة، وانتهى الأمر. الآن عند الناقص ما لا نهاية تبقى لنا الناقص ما، نعوض هنا بالناقص ما لا نهاية، وعند الزائد ما نعوض هنا بالزائد ما، تعطي لكم زائد ما لا نهاية. الأمر الثاني علينا أن نستخرج ماذا؟ سوابق هذه الأعداد. نضع هنا الناقص 1 ونضع هنا 1 حتى تفهموا هكذا، ونحل لإيجاد ماذا؟ لإيجاد سوابقهم. معنى نحل 2 إكس زائد 1 ناقص زائد 1 تساوي لنا ناقص 1، معنى تصبح لنا 2 إكس تساوي لنا ناقص 2، معنى ينقل هذا، معناه إكس كم يصبح يساوي؟ يساوي لنا ناقص 1، إذا سابقته هي ناقص 1. نأتي الآن إلى الواحد، نحل المعادلة 2 إكس زائد 1 تساوي لنا كم؟ تساوي لنا 1، يذهب هذا مع هذا، تبقى لنا 2 إكس يساوي 0، أي إكس يساوي لنا 0 على 2 اللي هو 0، إذا سابقته هي الصفر. انتهى الأمر. الآن ننطلق في عملية الملء فقط. إذا هنا عندنا إكس من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية، وعندنا هنا جي فتحة لإكس. عندنا القيم التي وجدناها هذه حتى لو تعبوا عقولكم هي التي تنعدم عندها دائما تلك المشتقة المركبة اللي هي الناقص 1 والصفر، هكذا انتبهوا فقط يا أبناء. ثم الآن ننطلق في عملية التركيب، نتابع جيدا. إذا ماذا تصبح؟ عندنا من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 1، معناها تصبح صورتها ما هي؟ من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 1، من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 1، ها هي الإشارة ما هي؟ زائد، ها هي زائد. ثم عندنا الصفر هنا دائما يوضع في هذا المكان ليحل لنا الإشكالات، وجد ناقص لا دخل له فيها. من الناقص 1 إلى الصفر، صورته من ناقص ماذا؟ من ناقص 1 إلى 1، من ناقص 1 إلى 1 ها هي، يعني الصفر هذا حتى لا يوجد له دور أصلا، يعني يمكن حتى أن نحذفه من هذا المكان هكذا، لا يوجد له دخل أصلا في هذا الأمر. إذا قلنا من ناقص 1 إلى 0، صورته هي من ناقص 1 إلى 1، من ناقص 1 إلى 1 ها هي، ما هي الإشارة؟ ناقص. ثم من الصفر إلى 1، من الصفر أعذرني إلى الزائد ما لا نهاية، اللي هي من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، ها هو من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، ما هو؟ إنه الزائد، وانتهى الأمر. مجرد الآن تبقى تلك الجمل اللغوية الدالة ماذا؟ نقول الدالة جي كيف هي؟ متزايدة تماما على المجال من الناقص ما لا نهاية إلى الناقص 1 هكذا، اتحاد من ماذا؟ من الصفر إلى زائد ما لا نهاية، ومتناقصة تماما على المجال من ناقص 1 إلى 0 بهذه البساطة فقط يا أبنائي. نأتي بعدها أبنائي إلى المثال الذي جاء بعده، إلا أنه هنا كذلك الدالة هذه الجي فتحة هي مركب لدالتين الاف والاي، حيث الاي عبارتها اي لي اكس تساوي ناقص 2 اكس زائد 1. لاحظوا هنا الدالة كيف 2 إكس زائد 1، وهنا ناقص 2 إكس زائد 1. نستخرج جدول تغيرات الدالة هذه اللي هي الدالة البنت إكس من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، وعندنا
الناقص 2 إكس زائد 1، هذه الدالة بما أن العدد المضروب في الإكس عدد سالب فتصبح متناقصة، معنى هنا تصبح زائد ما لا نهاية وهنا الناقص ما لا نهاية، هذا فقط، لأن الدالة التآلفية إشارتها يعني تغيرتها من عدد المضروب في الإكس إذا كان سالب متناقصة وإذا كان زائد متزايدة فقط. الأمر الثاني عندنا هنا نقول إكس وهنا جي فتحة لإكس، انتبهوا من ناقص ما لا نهاية، عفوا من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية، أول شيء قلنا نستخرج سوابق هذه الأعداد اللي هي الناقص، الناقص واحد وماذا والواحد، يقول أعدكم لماذا عكستهم يا أستاذ، وهل من المعقول أن نضع هنا ناقص واحد وهنا واحد؟ هذا شيء غير مقبول، لأن الدالة هذه متناقصة معناها تعكس، تعكس هذه الأمور. ونحل المعادلة ناقص 2 إكس زائد واحد يساوي لنا كم؟ يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا واحد. انظروا يعني نحل هذه المعادلة، لما نحل هذه المعادلة يذهب هذا مع هذا فأصبح لنا إكس يساوي لنا صفر، إذن يصبح هذه سابقته الصفر. ونحل المعادلة ناقص 2 إكس زائد واحد يساوي لنا ناقص واحد، فأصبح لنا ناقص 2 إكس يساوي لنا ناقص 2، أي إكس يساوي لنا واحد، إذن صورته هي الواحد. ثم الآن هذه الأشياء التي وجدناها هنا هي التي تنعدم عندهم تلك المشتقة المركبة اللي هي قلنا الصفر والواحد، كذلك تنعدم عندهم مثل باقي الأمثلة. والآن ننطلق في قضية المجالات، عندنا من ناقص ما لا نهاية إلى صفر صورته من الواحد إلى زائد ما لا نهاية، من الواحد إلى زائد ما لا نهاية ها هو أمامكم أبنائي، إنها زائد، إذا نكتب هنا زائد. ثم من ماذا؟ من الصفر إلى الواحد، من الصفر إلى الواحد صورته من الناقص واحد إلى الواحد، من ناقص واحد إلى واحد ها هو يا أبنائي إنها ناقص، إذا نضع هنا ناقص. ثم من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، إنها من الناقص ما لا نهاية إلى الواحد، من ناقص ما لا نهاية إلى واحد ها هو ذلك المجال، إنه إشارته زائد، إذا نكتب هنا زائد وانتهى الأمر. ثم بعدها نكتب ذلك الجمل اللغوية، ما هي الجمل اللغوية التي نكتبها؟ نكتب الدالة جي متناقصة على المجال ماذا؟ من الصفر إلى واحد، ومتزايدة من ماذا؟ من الناقص ما لا نهاية إلى الصفر، هكذا اتحاد من الواحد إلى غاية الزائد ما لا نهاية، وهو الجواب فقط يا أبنائي. بعد ما أكملنا مع هذا المثال نأتي الآن إلى المثال الأخير، قال جي فتحة لإكس تساوي لنا إف لإكس مربع ناقص واحد، هنا كذلك يوجد لنا ومجموعة التعريف أعطيت لنا دائما R لأن الدالة كثيرة الحدود هذه التي في بطن R والدالة F R، عندنا F جي فتحة لإكس هي مركب لدالتين، عندنا دالة كثيرة الحدود اللي هي اي لي اكس تساوي لنا اكس مربع ناقص واحد، معناه هنا مرغمون يا ابنائي على ان نعين جدول تغيرات هذه البنت، اذا هنا اكس من ناقص ما لا نهايه الى زائد ما لا نهايه، وعندنا شيء اخر قلنا هنا اكس مربع ناقص واحد، انتبهوا نقطه نقطه، اولا الداله هذه لو نشتقوها تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا اي فتحة لإكس تساوي لنا 2 إكس، هذا يذهب إلى الصفر، ومنه اي فتحة لإكس تساوي الصفر، معناه إكس يساوي الصفر، إذا تنعدم عند الصفر ذلك وتأتينا هكذا، هذا هو جدول تغيراتها. يقول أحدكم لماذا؟ لأن لو نضع جدول إشارة لإثنان إكس، 2 إكس تنعدم عند صفر، هنا الزائد وهنا الناقص، معناه جدول التغيرات يصبح هكذا كما أشير. الآن نعوض بصورة الصفر، عوضوا هنا بالصفر، ماذا تجدون؟ تجدون ناقص واحد، وهنا عند الناقص ما لا نهاية النهاية تكون زائد ما لا نهاية، وعند الزائد ما لا نهاية أكيد تكون زائد ما لا نهاية، هذا أمر مهم جدا. عندنا كذلك الأمر الآخر أنه نكتب هنا إكس وهنا جي فتحة لإكس، إذن قلنا نستخرج أول شيء عندنا مجموعة التعريف من ناقص ما لا نهاية قلنا إلى زائد ما لا نهاية، نستخرج الآن صور المجال، سوابق المجال، معناه نأتي بهذه القيمة إلى ماذا؟ إلى هنا، هل نقول إلى هنا؟ يعني ناقص واحد وها هي ناقص واحد أخرى، إذن ناقص واحد ما علينا إلا أن
ها هي بنفسها نحل المعادلة اللي هي x مربع ناقص واحد تساوي ناقص واحد، يذهب هذا مع هذا أصبح لنا الإكس مربع يساوي الصفر، وهي سابقتها كانت حسبت من قبل يعني، حتى أريكم فقط. بقيت لنا الآن الواحد ها هو مكانه، كما يمكن أن يكون واحد كذلك من هنا، لأن الناقص واحد وعدد الواحد يمكن أن يكون من جهة هذه الجهة ومن هذه الجهة لأنه عدد أكبر من الناقص واحد. نحل المعادلة اللي هي إكس مربع ناقص واحد قلنا تساوي واحد، فتصبح لنا x مربع نقول هذا يصبح يساوي لنا 2، أي x يساوي لنا جذر 2. إذن هنا تصبح لنا جذر 2 هكذا، جذر قلت 2 والx يساوي لنا ناقص جذر 2. إذن لهذا قلنا الناقص الواحد هذا أصبحت له سابقتان يا أبنائي، سابقتان. لماذا؟ لأن لما وضعنا قمنا بحل هذه المعادلة اللي هي x مربع ناقص 1 تساوي 1 وجدنا كم؟ وجدنا له سابقتان، الواحد أصبحت له سابقتان. اسمعوها جيدا الآن، قضي الأمر، هذه الأشياء التي وجدناها اللي هي الناقص جذر 2 والجذر 2 هما التي تنعدم عندهم تلك الجي فتحة، هذه كذلك عليكم أن تنتبهوا لها، إذن دائما تنعدم عند تلك، يعني هذه لما نحولها ثم نجد سابقتها فعلم وهناك تنعدم تلك المشتقة يا أبنائي، مشتقة المركبة. الآن ننطلق في عملية المجالات، من ناقص انظروا من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص جذر 2، الصورة هي من الواحد إلى زائد ما لا نهاية، انظروا ها هي من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية زائد، إذن نقول هنا زائد. ثم من ماذا؟ من ناقص جذر 2 إلى صفر، صورته من ناقص واحد إلى واحد، من ناقص واحد إلى واحد ها هي الإشارة. إذن ماذا نضع؟ نضع ناقص وانتهى. من هذا من ماذا؟ من انظروا تابعوا جيدا، معناها نحتاج هنا الصفر، لكن الصفر يبقى مجرد صفر، انتبهوا ها هو الصفر أمامكم لكن سوف لا يصبح له تأثير. إذا قلنا من ناقص جذر 2 إلى صفر، صورته من ناقص 1 إلى 1 ها هي أمامكم، إنها سالب، إذا نضع هنا سالب. ثم من الصفر إلى جذر 2 اللي هي من ناقص 1 إلى 1، من ناقص 1 إلى 1 ها هي الناقص، تصبح لنا ناقص، لهذا قلت لكم هذا الصفر ليس له تأثير كبير في الإشارة في هذا النوع لأن ليس له تأثير، هذا الأمر أول، ويمكن أن نحذف كذلك واحدة هكذا. ثم عندنا ماذا؟ ثم عندنا من الجذر 2، من الجذر 2 إلى الزائد ما لا نهاية، من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية أمامكم، إنها زائد، وانتهى الأمر. الآن يا أبنائي مع هذه الأمور التي نسميها تركيب الدوال، إذا نقول الدالة ماذا؟ الدالة جي كيف هي؟ متزايدة تماما على المجال، ما هو؟ من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص جذر 2 هكذا، اتحاد من جذر 2 إلى زائد ما لا نهاية، ومتناقصة كذلك تماما على المجال، ما هو؟ من ناقص جذر 2 إلى الجذر 2 بهذه البساطة، لأن الدوال هذه كلها تكون متناقصة تماما ومتزايدة تماما وعندها بعض القيم الحدية. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم ثم أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية كي نكمل معكم المسير والترحم على روح أمي الطاهرة جزاكم الله خيرا، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين، ويوجد منتدى الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.